إذن نطرح السؤال بقى، ليه اتأخر الشتاء؟ ده سؤال. السؤال بقى، هل الشتاء عندنا هيصبح أكثر دفئا، ولا إنه هيبقى فيه موجات برد قارس وصقيع وأمطار شديدة، والسواحل الشمالية يبقى فيها نوات يعني من أول رفح لحد السلوق؟ ما احنا لازم نفهم بالمناسبة، ودي حاجة أهم بقى، هو تأثير ده على الحاصلات الزراعية في مصر إيه؟ خلوني أفهم ده كله بقى من الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة. أهلا يا دكتور، وأفتنا في ذلك أرجوك. اهلا وسهلا استاذ يوسف، ربنا يخليك، شكرا جزيلا. الله يخليك. طبعا اين شتاء مصر؟ ده سؤال بديهي ومنطقي للناس، وكلنا تقريبا يعني عارفين ان كان شتاء مصر مختلف تماما، ومش من فترات طويله كبيره، يعني نتكلم على 20 30 سنه كان الشكل مختلف عن كده. شتاء مصر زي شتاء نصف الكره الشمالي بدا يحصل له تزحزح، يعني الصيف بدأ أو الخريف بمعنى أصح بدأ يأخذ جزء كبير من الشتاء. بالمناسبة الشتاء الرسمي الفلكي في مصر وفي نصف الكرة الشمالي هيبدأ يوم الأربعاء، يعني يوم 21 ديسمبر، ده الميعاد الرسمي لبداية الشتاء. طبعا ده بداية الفلكية أو الرسمية. طبعا البداية المناخية من فترات طويلة كان بيبقى دائما آخر أكتوبر بيبدأ الشتاء في نصف الكرة الشمالي. طبعا مع وجود ما يسمى بظاهرة تغير المناخ، وكلنا شفنا طبعا وسمعنا مؤتمر الأطراف اللي كان في شرم الشيخ، اللي كان فيه تنظيم رائع وقوي وناجح جدا للدولة المصرية كعادتها، طبعا الحمد لله كان فيه زخم كبير حوالين نقطة تغير المناخ. حضرتك كنت بتتكلم في الفقرة اللي فاتت عن الثقافة. عندنا في مشكلة كبيرة جدا في مصر، وهي ان مفيش توطين لثقافة تغير المناخ، مفيش توطين لهذه الثقافة. وكلمة ثقافة، يعني أنا في الزراعة اسمي أجريكالتشر. أجريكالتشر يعني ثقافة الأرض أو تثقيف الأرض. كلمة تثقيف يعني أن يخرج الشيء ما لديه من خير، مش مجرد أن يبقى متعلم وبيقرأ وبيتفلسف وبيعرف يتكلم، لا، ده الثقافة بتاعت أي شيء يعني سلوك وممارسة يومية في الحياة، هي دي ثقافة أي شيء. فعشان كده عندي مشكله في مصر في ثقافه التغيرات المناخيه، الناس بيتعاملوا مع المناخ بطريقه غير الطريقه اللي المفروض يتعاملوا بيها. لازم قبل ما حد يبدا يومه يعرف درجه الحراره العظمى والصغرى، يعرف كان في امطار ولا مفيش امطار، يعرف شكل مناخ اليوم اللي هو طقس اليوم ماشي ازاي، وبناء عليه يخطط يومه، يخطط طريقه لبسه، يخطط طريقه تعامله، يخطط حتى شكل ومكونات الوجبه بتاعته. ما حدش بيهتم بالامور دي كلها، مع انها كلها امور لها علاقه بالمناخ. عشان كده دائما هتلاقي جزء كبير جدا من الناس عنده برد. ليه؟ لانه مش واخد باله ان اصبح الفرق ما بين درجه حراره الليل والنهار كبير. الفتره اللي احنا فيها دي الناس بالنهار حاسين ان الجو دفى، ما فيش شتاء، وبالليل لا، بالليل الجو بينزل ل 10 و11 و12 درجه، وده يصنف على انه من بارد احيانا شديد البروده في المناطق المفتوحه، والناس تقريبا بيبقى طريق اللبس بالليل زي بالنهار، مفيش اختلاف كبير. فبنرجع نقول تاني ان لا، شتاء مصر تغير، وهذا التغير ليس فقط في شتاء مصر، بل في الشتاء جزء كبير من مناطق نصف الكره الشمالي هيتزحزح الصيف ناحيه الشتاء، ولكن يحصل العكس، وده اللي حصل السنه اللي فاتت واللي قبلها، ان يمتد الشتاء لياخذ معه الربيع ويمتد لغايه اوائل الصيف. السنه اللي فاتت ان درجه الحراره الدنيا في شهر ابريل وفي مايو كانت 10 درجات. احنا معروف ان في مصر كمان الصيف بيبدا، بالمناسبه بيبدا في مارس، يعني بيبتدي الجو يدفي بالليل وبالنهار في مارس، معروف. زي ما الشتاء كان بيبدا بدري كان الصيف بيبدا بدري، ولكن حصل الزحزحه للشتاء فبدا ياخد جزء كبير. هل ده ليه تاثيرات على الزراعات القائمه الموجوده؟ ايوه، من ناحيه التركيبه المحصوليه وغيره طبعا. ليه تاثيرات، وبدات التاثيرات تاخذ شكل سلبي. عشان كده الناس بيهتموا جدا في الزراعه بان لا، تغير المناخ اصبح له تاثيرات سلبيه. مثلا على سبيل المثال، الفاكهه في مصر معظمها بيزهر ويعقد في مارس. لما يبقى مارس شتاء معناه ان فتره التزهير هتطول وفتره العقد هتطول، فيخش الصيف عليها يحصل مشاكل، وده اللي حصل الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، ان بدا يحصل مشاكل، نسمع في المانجا ونسمع في الزيتون، وبدانا نسمع كمان في العنب
التلمين بدأ يقل شوية وهكذا. كل دي حاجات وزارة الزراعة ومركز تغير المناخ بدأ يحطها في الاعتبار، وبقى هناك استراتيجية واضحة للتعامل مع تغير المناخ وعلاقته بالزراعة، سواء كان بطل أصناف محصولية في القمح وفي المحاصيل اللي بتزرع في الشتاء تكون متحملة هذا الشكل من المناخ عشان ما نختارش دينا محصول نتيجة هذا التغير. حتى أشجار الفاكهة بدأ يبقى في أصناف أخرى، بدأت المزارعين وبدأ المناطق الكتيرة الجديدة اللي تزرع أشجار فاكهة بدأت تختار أصناف تتأقلم مع هذا الشكل من المناخ. يعني بنعمل إيه؟ يعني بنعيد تثقيف الأرض عشان تقدر تتعامل مع التغيرات المناخية. فيجب إن إحنا نعيد تثقيف الناس للتعامل مع المناخ وظاهرة تغير المناخ بالطريقة صحيحة. هي دي الكالتشر. طب هل 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 ده معناه يا دكتور إنه يعني من الوارد أو من الممكن إنه يبقى في أنواع جديدة لم نكن نزرعها في السابق؟ مش بقى أصناف، يعني مثلا مش صنف مختلف من الزيتون. أنا عارف إن إحنا بدأنا نستبدل أظن مع الزيتون بتاعنا بزيتون آخر يستحمل البرد شويتين، حاجة زي كده يعني. لكن هل ده معناه إن إحنا هنبدأ أو من الوارد إن إحنا نزرع أنواع جديدة مثلا من الفاكهة أو الخضروات لم نكن نزرعها في مصر سابقا واعتدنا استيرادها مثلا؟ حصل بالظبط. لو حضرتك متابع هتلاقي ان في نوع انواع من الفاكهه جديد بدا يظهر في السوق، يعني الافوكادو، يعني الباشن فروت، يعني فاكهه صح. التنين، حاجات غريبه بدات تتزرع في مصر. حتى بالمناسبه الاناناس بدا يتزرع في مصر، ودي كلها معظمها فاكهه مناطق استوائيه. حتى المانجا على فكره لما دخلت مصر من فترات طويله هي مش اصلا من هذه المنطقه، ما هيش من عندنا طبعا. المانجا من مناطق استوائيه بدات تخش مصر. الجديد بقى في الموضوع هي هذه الفاكهه اللي قلت حضرتك عليها، حتى على فكره في مناطق ثانيه مش في مصر، في مناطق زي السعوديه وغيره بدا يزرعوا الشاي والبن في مناطق ما كانش معتاد انها تزرع هذه المحاصيل. فبدا يحصل حاجه اسمها شيفتنج بقى، تغيير المناطق المناسبه نظرا لتغير المناخ بتاع المناطق لهذه المحاصيل. فالموضوع كله محتاج كتير من الدراسات وكتير من ان يكون في استمرار كبير للبحوث، ان ايه المحصول اللي ينفع هنا، ايه اللي ما ينفعش، ايه جو مصر اصبح مناسب اكتر لمحصول تاني يكون اقتصادي زراعه، اغير اصناف محاصيل تانية بدات تتاثر. كل دي وزاره الزراعه بمراكزها البحثيه بتقوم على دراسه دائمه بحيث الاخر ما يحصلش مشكله عندي زي ما بيحصل مشكله حالا بسبب تغير مناخ في المناطق الاصليه لزراعه البن والشاي. واتكلمت مع حضرتك على موضوع البن لما زاد سعره بسبب تغير مناخ، يعني ده كله بيحصل للاسف بسبب ان مناخ مناطق على سطح الارض بدا يتغير، ولا بد ان تتغير ممارسات الناس وممارسات المؤسسات المسؤوله بقدر هذا التغير في المناخ. صحيح. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر للدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزاره الزراعه.